السلام عليكم وأهلا بكم. في الفيديو ده هنشوف طريقة شغل شال على شكل نص دايرة. نبتدي من الرقبة، نبتدي نشتغل ناخد المقاس من الرقبة ونعمل عدد غرز من الرقبة ونبتدي توسيع. التوسيع بقى بطرق معينة، هوريكم طريقة التوسيع. الطريقة دي اهو، لما تفتح الشال اهو، طرق للتوسيع كتيرة. ننزل على واسع وبنختمه بحرف كده. هنشوف مع بعض خطوة بخطوة طريقة عمل الشال في النموذج المصغر ده، وهنبتدي خطوة بخطوة نشوف مع بعض طريقة الشغل. نبتدي نشتغل يا جماعة. ابتدي 10 غرز. ابتدي افترض يعني النموذج ده ان الدوران ده دوران الرقبة 10 غرز بس. ده انا اعمل لكم يعني نموذج مصغر زي ما قلت عشان نبتدي عليه طريقة الشيال ده. هنبتدي نعمل 10 غرز بس كبداية. شوف هنشتغلهم دور وبعدين نبتدي نعمل زيادة في الغرز. اتنين، أربعة، ستة، تمانية، تسعة. هذا الغرزة أنا ببتدي على الإبرتين عشان تبقى الغرز واسعة، ما تضايقنيش بس في البداية كده. ممكن تبتدوا على إبرة واحدة بس هتبقى الغرز ضيقة بدل ما تعكسكوا. انا بشيلهم، هشتغلهم دور. اشتغلهم دور بالغرزة المقلوبة وبعد كده اعمل زيادة. اشتغلت 10 غرز بالغرزة المقلوبة سطر. هاجي بقى السطر ده هعمل فيه زيادة. هعمل زيادة ازاي؟ اخد اول غرزة واعمل بعدها لفة كده، اشتغل اللي بعدها يعني بين غرزة وغرزة اعمل لفة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ لفة وغرزة، لفة وغرزة. الغرز كده هتزيد معايا بدون اي فراغات ولا اي حاجة. انا برضو غلطت، هو المفروض كده من فوق لتحت كده. خلاص اخر غرزة. هاجي في الظهر الشغل هشتغلهم كلهم مقلوبين. اشتغلهم كده بالطريقة دي، الغرزة اللفة اللي انا عملتها. اشتغلها كده عشان ما تعمليش اي فراغ. دي طريقة زيادة الغرز من غير وجود فراغات اجور او اي حاجة. زيادة الغرز يا جماعة لها طرق كتيرة. اشتغلهم الغرز بالطريقة دي كده الغرز هتزيد معايا. اللفة دي فلتت مني كده. اشتغل كل السطر بالطريقة دي. اشتغل مع الوش بقى، هشتغلهم هلاقي عدد الغرز زاد. طب هنعدهم مع بعض، زادوا بقى قد ايه؟ اشتغلهم سطر عدل وسطر مقلوب كمان. نعد الغرز معانا هتلاقيها زادت. اللي كانوا 10 يبقوا 2، 4، 6،
10 12 14 16 18 19 ورزة، هشتغلهم سطر عدل. وسطر مقلوب اشتغل 19 ورزة سطر عدل وسطر مقلوب، اجي على سطر العدل اشوف هنزود تاني ازاي. بعد ما اشتغلت سطر عدل وسطر مقلوب هاجي في السطر اللي بعد كده هعمل زيادة بنفس الطريقة تاني للتوسيعة دي كده، برضو ما بين كل غرزة وغرزة اعمل لفة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ اهو خلص السطر كله كده، خلص السطر بقى ارجع اشتغله من الظهر. الظهر خلصت السطر اللي فيه اللفات، هرجع هشتغله تاني من الظهر عادي. الغرز مقلوبة اهي، دي اللفة زي قبل كده بنفس الطريقة، اخدها كده بالطريقة دي الغرزة دي عادي، ودي اللفة مش هاخدها كده، هاخدها بالطريقة دي من فوق. خلصوا برضو ده وارجع اشتغل سطر عدل وسطر مقلوب كمان معاكم يا جماعة. السطر العادي والسطر المقلوب عشان نشوف الغرز عمالة تزيد ازاي. اهو انا عايزة اوريكم بس شكل الغرز بعد الزيادات دي، اهو عمالة تزيد. انا عايزين تعدوها هتلاقيها عمالة تزيد. طريقة لزيادة الغرز تعملوها في فستان، وسط الفستان مثلا بيبقى صغير وبعد كده تنزلوا، او جيبة برضو. ما هو اشتغل سطر عدل وسطر مقلوب، نيجي ناحية العدل نشوف هنعمل ايه. خلصت السطر اهو واشتغلت كمان من الظهر سطر عادي مقلوب. شفتوا بقى الغرز عمالة تزيد ازاي؟ دي طريقة الزيادة. شوف بقى نشتغل تاني، هنعمل زيادة بقى طريقة تانية اللي هي كده اهو. طلع بقى الخيط اللي فوق دي هتعملنا بقى اجور، هنعمل لفة لفوق كده كده، هنشتغل مقلوب ونشتغل غرزة عدلة. لفة لفوق الخيط ونشتغل غرزة عدلة، لفة لفوق وعدل، لفة خيط لفوق وغرزة عدلة. خلص السطر كله بالطريقة دي، نشوف مع بعض الشغل. بعد ما عملت سطر زيادات في ناحية وش الشغل، هنيجي من دار الشغل نشوف هنشتغل الغرز ازاي بقى. اهي هنشتغل اللفة دي كده، ادي الغرزة اللي كانت عدلة اهي المقلوب عادي، ودي هاخدها كده تعمل لي بقى اجور. ده نوع برضو يعني هيبقى شكل وشكل وطريقة بالتزويد الغرز. شايفين يا جماعة؟ نشتغل السطر كله كده المقلوب. شايفين الغرز اهو، نشتغل كل السطر كده خلصه الطريقة دي. يبقى قبل كده كنا بنعمل لفة بس ما بتسببلناش في سكوب او خروم او اجور، انما الطريقة دي شفتوا هتبان معانا من الناحية اللي من وش الشغل. شكل الشغل ايه شكله عامل ايه؟ شكل حلو برضو وجميل وتزويق. خلص السطر كله كده نشوف من وش الشغل هيبقى ايه. هنكمل السطر اللي جاي ازاي، هخلصه واجي من وش الشغل نشتغل مع بعض نكمل. خلصنا يا جماعة اهو ده وش الشغل بقى، شايفين معايا؟ يبقى اعمل كده. هعمل ايه بعد كده؟ اشتغل بقى كذا سطر من غير زيادات. شفت الغرز ملت الإبر ازاي؟ عشان كده لازم لو شال بقى لحد كبير وغرز كتيرة المفروض نعمل على الإبر الدائرية اللي فيها سلك، أو إبر عادي برضو الإبرة العادية الطويلة مش مشكلة. وهشتغل بقى كذا سطر وش عدل وش مقلوب، هنشوف نكمل الشيل بعد كده. اشتغلت 4 أسطر يا جماعة، رايح جاي رايح جاي أهو. بعد الزيادات بعد الزيادة دي اشتغلت 4 أسطر. انا لو عايز اوسع تاني يعني حسب الوسع اللي انا عايزاه اكرر تاني
اللي انا عملته هنا، هكرره كم مره عشان يديني مساحه اكتر. اللي هو ايه، اول شيء ارزه كده اشتغل اللي بعدها، اطلع خيط لفوق لفه لفوق واشتغل غرزه، لفه لفوق واشتغل غرزه تاني، هيديني برضو اتساع لغايه ما اوصل للوسع اللي انا عايزاه. الغرز عماله تزيد على فكره، هنا بعد الزياده دي سطر ده الغرز دي كانت 73 غرزه. فانت على حسب ايه الدايره تزيد معاكي ووسع الشال اللي انت عايزاه هتعملي اهو. خلص السطر ده برضو هيديني الشكل ده وزياده اكتر واكتر، خلاص زي الكلوش بقى هيطلع واسع. بعد كده هنشوف إيه، عايزين نشتغل جزء زي ده تاني نشتغل، يعني حسب التشكيل اللي احنا عايزينه. هشتغل اللي عمل اللفة لفوق دي واوريكم شكل الشغل، نستمر بعد كده. دي كده يا جماعة شكل الشيل اهو، بعد ما عملت الزيادة التانية اللي هو انا عملت كررت ده تاني بقى بالشكل ده، نقلته على الابر الدقيقة. الغرز زادت طبعا، ضعفت، كانت 73 هنا بعد ده، بعد السطر ده بتاع الزيادة دي هنا طبعا اتضاعفت، وصلت ل 140 غرزة او اكتر. فاضطريت انقلها على السلك، الابر اللي فيها سلك اهي، او تنقلوها على الابر عادي الكبيرة. فبقى بالشكل ده، شوف شكل على شكل نص دايرة اهي. على فكرة الطريقة دي ممكن تعملوها في صدر، في صدر فستان كده من فوق لزيادة الغرز اهي، هي نفس الطريقة. عايزين تعملوها ممكن تتقفل من هنا وتبقى برضو جيبة لطفلة ولا حاجة. المهم تاخدوا المقاس بداية الغرز البدائية اللي في الأول دي على حسب حوالين الرقبة المقاس اللي انتوا عايزينه، أو لو عايزين تعملوها جيبة دوران الوسط، وتمشوا بنفس الطريقة لزيادة الغرز وعمل الشكل ده. هشوف بعد كده بعد ما زادت الغرز معايا بالطريقة دي هنعمل برضو أشكال ايه الشكل بعد كده. نعمل شكل أجور بس من غير بقى زيادة، على ثبات ثبت عدد الغرز ان احنا بنعمل لفة وناخد اتنين مع بعض، بحيث تدينا غرزة شكلها حلو في نفس الوقت الغرز هتبقى ثابتة بقى معانا بالعدد ده. هنشوف بعد كده ونكمل طريقة عمل الشال نصف دايرة ده بعد كده ازاي. بعد ما شفنا يا جماعة طريقة التوسيع، انا هوريكم بقى على النموذج ده لو مش عايزين يعني عدد الغرز يزيد بالطريقة اللي ضعفت بيها دي. هنقف عند اللي هي الزيادة اللي عملناها اللي هي الأولانية دي، ونشتغل كام سطر عادي. وممكن نعمل بقى عشان نثبت بقى على عدد الغرز، ممكن نعمل برضو غرزة جميلة وفيها أجور وكل حاجة من غير زيادة، هوريكم ازاي. كده نمشي أول غرزة، تاني غرزة، بعد كده نبتدي نعمل لفة لفوق. هوريكم دي طريقة لعمل أجور ولفة برضو كل حاجة من غير زيادة الغرز عشان عدد الغرز ما يزيدش. فبنعوض اللفة دي، نروح واخدين اتنين عدل مع بعض، نمشي بالطريقة دي كل السطر، لفة اتنين عدل مع بعض. احنا كنا قبل كده في الزيادة اللي قبل كده، ولما وريتكم لما زادت العدد الغرز واتضاعفت كنا بناخد لفة لفوق من غير ما ناخد اتنين مع بعض، ماشيين لفة وغرزة لفة وغرزة عدل. فاللفة في السطر اللي من الظهر بتعمل لنا غرزة زيادة، لا هنا بنعمل اللفة وتعمل لنا الأجور وكل حاجة من غير زيادة في عدد الغرز اهو. وفي نفس الوقت بتعمل غرزة جميلة هنشوفها مع بعض مع تكرار الحكاية دي. يبقى هنمشي السطر كله لفة واتنين عدل مع بعض، لفة اتنين عدل مع بعض. خلص السطر كله كده، ومن الظهر هنشتغل كل الغرز مقلوبة اهو. انا النموذج ده طبعا هو صغير، في عدد الغرز لما وريتكم قبل كده كانت زادت بطريقة مش مناسبة لعدد الغرز او النموذج المصغر ده. كفاية
الزيادة اللي حصلت من السطر ده، وبعد كده هعمل اللي هي لفة واتنين عدل مع بعض، ومن الظهر نشتغلهم كل الغرز مقلوبين. هنشوف الشكل اللي معانا بيدينا ازاي. السطر من على وش الشغل، جينا في من ظهر الشغل هنشتغل عادي الغرز كلها مقلوبة، الغرزة العادية وادي اللفة هاخدها مقلوبة بالطريقة دي اهو، ده ظهر الشغل هاخد كل الغرز مقلوبة بالطريقة دي. خلاص يا جماعة، وهنيجي من وش الشغل نعمل نكرر تاني، وأوريكم من وش الشغل الطريقة ازاي. ونكمل بقى يا جماعة من السطر العدل اهو، نعمل ايه؟ هنيجي قبل الغرزة العدلة، هنلاقي قصاد الغرزة عدلة ولفة، نيجي احنا نعمل قبل الغرزة نعمل لفة تاني لفوق، هنمشي بنفس زي السطر اللي من الأولاني، لفة ناخد الغرزة مع اللفة اهي، ناخدهم اتنين مع بعض كده، شايفين لفة، وناخد الغرزة مع اللفة دول مع بعض، نمشي بالطريقة دي. السطر ناحية العدل بنمشي كده، لفة والغرزة مع اللفة اللي كانت في السطر اللي قبل كده مع بعض اهو يا جماعة، دينا الشكل ده. والناحية المقلوب ناخد كل الغرز مقلوبة اهو، نكمل كده، نعمل جزء كده من الشال اللي احنا بنعمله، جزء كده مفهوش زيادة في الغرزة على فكرة، ده غرزة أجور كده ورا بعضها هتبقى جميلة، في نفس الوقت بدون زيادة عدد الغرز، عدد الغرز ثبت على كده. ممكن نمشي الشال جزء كده لغاية ما يطول، وممكن لو عايزين نعمل زيادة كورنيش تاني في الآخر نكرر اللي عملناه هنا تاني. هشتغل وهوريكم بعد ما اشتغل 4 أسطر بالطريقة دي مثلا، هوريكم شكل الشغل. ده منظر الشغل يا جماعة بعد ما كررت اللي هو الغرزة دي شكلها كده. هو شكلها مش باين لان الغرز مكدسة في الإبرة، هوريها لكم تاني لما اوزع الغرز على كده على الإبرتين، نمشي المسافة اللي احنا عايزينها. ده بقى بيتوقف الطول الشال زي ما انتوا عايزين بقى، المهم هي الغرز عددها ثابت على كده. ممكن بقى بعد الجزء ده تعملوا مثلا كم سطر بالغرزة السادة، وبعدين هنقفل طرف الشال بغرزة برضو فيها زي فستانات بسيطة كده، يعني نشتغل بعد كده بالغرزة المقلوبة من الظهر وغرزة عدلة من الوش كذا سطر، ونشوف منظر الشال ووسعه قد ايه. خلصنا الجزء، انا اوزع الغرز كده على الابرتين عشان تشوفوا شكل الغرزة في الجزء ده، وشال بسيط يا جماعة، بس هو معتمد على توزيع قصدي توسيع الغرز وزيادة عددها عشان تديكي الدايرة او نص دايرة كأنها زي الكلوش كده، استخدموها في عمل حاجات كتيرة. هنشتغل جزء كده مسافة برضو بالغرزة السادة اللي هي السطر عدل وسطر مقلوب، هوريكوا بس منظر هوريكوا منظر الغرز. اهو منظر الشغل يتفرد بس كده شوية على الإبر اهي، نشتغل بقى جزء سادة زي اللي فوق ده مثلا كذا سطر 5 6 أسطر، وبعد كده هوريكم ازاي بنختم طرف الشال بغرزة برضو حلوة وجميلة. لو عايزين تعملوا برضو الطرف يكون الغرز توسع اكتر، تكرروا بقى اللي هو تعملوا لفة وغرزة عدلة من غير ما تاخدوا 2 مع بعض زي الجزء ده،
نديك الطرف اللي تحت زي الكورنيش بقى واسع. لو انت عايزه تعملي طرف الشال زي الكورنيش كده واسع اكتر، بس انا هستمر نفس عدد الغرز، كم سطر، سطر عدل وسطر مقلوب، واوريكم هنختم طرف الشال ازاي. هنبتدي بقى نشوف بعد ما عملنا الجزء السادة يا جماعة، نشوف الغرزة دي بتاعة الحرف دي بنعملها ازاي، زي كور صغيرة قوي كده. نشتغل 6 غرز نقفلهم ونيجي عند الغرزة دي، نلف الشغل من الظهر ونطلع الغرزة نخليها غرزتين كده، ادي غرزة خليها غرزتين وبعدين نشتغلهم. نشتغلهم كده بعدين نلف الشغل نقفلهم 2 في غرزة واحدة كده من ورا، نقفلهم 2 في غرزة واحدة عادي، وبعد نكمل قفل الغرز نقفل 6 غرز. اتنين، 3، اعملوها على المسافات اللي انتوا عايزينها، ممكن تعملوهم كل 3، كل 5، كل 6، زي ما انتوا عايزين على المسافات اللي انتوا عايزينها. انا عملتها هنا على كل 6 غرز، هقفل 6 واروح عاملة اللي هي الغرزة الصغيرة دي، ممكن يتحط فيها فصوص النص كده، تركب فيها اي فصوص صغيرة. 3، 4، 3، 4، 5، 5، 6، وكرر تاني. هي دي نفسها اشتغلها من الظهر غرزتين، اخليهم غرزتين كده، اشتغل الغرزتين مرة، بعدين اجي من الوش اقفلهم 2 في 1، بس خلاص اقفلهم. ممكن برضو نقفلهم من الظهر كده، مش هيحصل حاجة، بس هو الصح عدلتهم يبقوا كده. هقفلهم مع بعض واكمل قفل 6 غرز الطريقة دي. اعملي زي كورة صغيرة كده زي الرزاية كده، اعملي برضو شكل حلو اهو. 2، ادي 3، 4، 5، 6، واعملها تاني بسيطة وبتدي نتيجة شكلها حلوة اهي. خلص الحرف كله كده الطريقة دي. نكون خلص شغل الشال، هوريكم بس بعد ما اخلص الحرف كله. الحرف يا جماعة بيكون ده شكل الحرف معانا اهو، هي الغرز دي، ممكن تعملوها على مسافات متقاربة اكتر من كده اهو. شكل الشيل بعد ما خلص بيكون بالطريقة دي. ده قلت زي ما قلت، ده نموذج اهو مصغر، هيبقى مفتوح من قدام كده، وده يبقى ماسك على الرقبة. ممكن حرف الرقبة ده يتعمله والحرف بتاعه من هنا من الطرف ده، تعمل له ابرة الكروشيه برضو حرف زي ما انتوا عايزين، او تسيبوه كده اهو، هيكون بالطريقة دي، يكون الشال بالطريقة دي شكله. ده مفتوح من قدام كده اهو زي ما انتوا شايفينه. يا رب تكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم وتكون عجبتكم. عايزينه أوسع من كده زي ما قلت، ممكن تكرروا التوسيع ده، الحتة الجزء ده هنا تحت في الديل، بحيث الجزء ده هيبقى كمان شكله زي كورنيش أكتر. ممكن تسيبوه كده زي ما انتوا عايزين، طبعا هتعملوا حسب المقاس اللي انتوا عايزينه، الطول اللي انتوا عايزينه بتقيسوه وتمشوا اللي انتوا عايزينه، واللي برضه دوران حسب دوران الرقبة اللي انتوا عايزينه من فوق مع البداية، هيبقى عندكم واسع طبعا وكبير.
يعني تكتروا غرز البداية وتطولوا في طوله نفسه عشان تعملوا المقاس اللي انتوا عايزينه. الطريقة دي وطريقة التوسيع دي تنفع برضو صدر في صدر فستان لطفل دائري من فوق، سفرة دائرية من فوق، طريقة التوسيع دي، او جيبة برضو تنفع جيبة وتتقفل من الجنب ده، الجنب كده تتقفل وتبقى جيبة للأطفال طبعا بالمقاس اللي انتوا عايزينه. يا رب تكون عجبتكم الطريقة وفهمتوها معايا، واشوفكم تاني ان شاء الله.